إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناة رحلة الثقافة. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصلوا بكل ما هو جديد. النحام أو كما هو معروف بالفلامينغو هو طائر وردي يعد من أجمل الطيور، وله 6 أنواع مختلفة. الفلامينغو الكبير في إفريقيا وأوروبا وآسيا، والفلامينغو الصغير في إفريقيا والهند، والفلامينغو الشيلي أمريكا الجنوبية، والفلامينغو جيمس أمريكا الجنوبية، والفلامينغو أندي أمريكا الجنوبية، والفلامينغو الأمريكي الكاريبي. الفلامينغو الأمريكي تكون فيه الذكور أكبر قليلا من الإناث، وعادة ما يكون روش الفلامينغو أحمرا ورديا، والساقان ورديتان، والمنقار وردي وأبيض مع طرف أسود. أين تعيش طيور الفلامينغو؟ تعيش أنواع مختلفة من طيور النحام في جميع أنحاء العالم. أما الفلامينغو الأمريكي فيعيش في البرية في أمريكا الشمالية، ويعيش في العديد من جزر الكاريبي مثل جزر البهاما وكوبا وهسبانيولا، كما يعيش في شمال أمريكا الجنوبية وجزر غالاباغوس أجزاء من المكسيك. تعيش طيور النحام في بيئات منخفضة مثل البحيرات أو السهول الطينية، فهي تحب العيش بجوار الماء بحثا عن الطعام، وهي طيور اجتماعية جدا، وتعيش أحيانا في مجموعات كبيرة تصل إلى 10,000 طائر. ماذا تأكل طيور الفلامينغو؟ تحصل طيور الفلامينغو على معظم طعامها عن طريق تصفية الطين والماء في مناقيرها، ومن غذائها القشريات مثل الروبيان والجمري، وتحصل على لونها الوردي من الصبغة الكورتينويد الموجودة في الطعام. هل يطير طائر النحام؟ نعم يمكنه، فهذه الطيور تركض على الأرض قليلا لتجميع سرعة قبل أن تتمكن من الإقلاع، وأغلب الأوقات تطير في مجموعات كبيرة. لماذا تقف على قدم واحد؟ العلماء ليس متأكدين بنسبة 100% لماذا يقف طائر النحام على ساق واحدة، ولكن لديهم بعض النظريات. أحدها أنها تحافظ على ساق واحد دافئة، وفكرة أخرى هي أنها تجفف ساقا واحدة في كل مرة، ورأي ثالث أن ذلك يساعدها على خداع فرائسها لأن ساقا واحدة كأنها تشبه النباتات. ولكن من المدهش حقا قدرة هذه الطيور الثقيلة أن تتوازن على ساق واحدة لساعات طويلة في وقت واحد، حتى أنها تنام توازن على ساق واحدة. وإليك بعض الحقائق الممتعة عن طيور النحام. تهتم طيور الفلامينغو الأصلية بصغارها لمدة تصل إلى 6 سنوات. طيور النحام لديها عدد من الطقوس أو العروض المثيرة للاهتمام، حيث تسير مجموعة من طيور الفلامينغو في اتجاه واحد، ثم تقوم فجأة بتبديل الاتجاهات معا في وقت واحد. وتعرف طيور الفلامينغو أيضا من أطول الطيور عمرا، فهي تعيش في كثير من الأحيان حتى سن 40 سنة. طيور النحام تبني أعشاشها في الواح، حيث تضع بيضة واحدة كبيرة، ويراقب كلا الوالدين البيضة. والآن هل منكم من يعشق هذه الطيور الجميلة؟ ولمن لديه معلومات أخرى عنها فليتركها في تعليق، وشكرا على المتابعة، ونتمنى منكم الاشتراك في القناة، وإلى اللقاء.